أهم توقعات الفلك لمواليد القوس بشهر شباط فبراير بأسبوعه الثاني من عام 2022. عزيزي القوس، أنت قدام أسبوع في كتير من التواصل مع فئات أجنبية وعمل طويل جدا، خاصة بين التنين 7 والأربعة 9. يمكن تحقق أداء جيد جدا، بس بتواجه مقاومة لبعض مشاريعك من قبل أحد النافذين أو أحد المسؤولين أو المدراء أو حتى من رب العائلة إذا كنت تلميذ أو طالب، وربما من محيط مهني بعكسك إذا كنت عم تشتغل بمؤسسة. ما تتردد في إنك تدافع عن أفكارك، لأنك قادر على الإقناع بهالأثناء، وعندك قدرة كبيرة على التأثير على الآخرين، وفيك تتوصل إلى مبتغاك إذا تصرفت بحزم ولكن بليونة ودراسة عملية لكل المشاريع. ابتعد عن أي إجراء أو قرار أو مواجهة بين الخميس 10 والجمعة 11. حاول إنك تستسهل بعض الأمور إذا شعرت أنه في صعوبة للأداء، فتش عن طريقة حتى توصل إلى فك العقد، واستمهل جهة معينة لاتخاذ القرار. يعني إذا حدا طلب منك أنك تاخد قرار، ما تتسرع، طلب مهلة، وهالمهلة ضرورية. ما تتسرع بأي شيء بهالأسبوع، مطلوب الصبر ومطلوب يمكن الهدوء. يمكن تتراجع الحظوظ خلال هالفترة، يعني بين الجمعة وبين السبت، بين الخميس وبين الجمعة، عفوا بين الخميس والجمعة، بين السبت 12 والتنين 14. جوبيتر بيتحالف مع القمر، هالشي بيدعم بعض خطواتك والجهود المبذولة لخدمة أهدافك. ما تهمل شي، بل اشتغل ولو أتعبك هالجهد بهالوقت. لحسن الحظ انه بالدلو ساتورن بيحميك جدا من ارتكاب الهفوات يلي بتكون معرض لها بهالشهر. ساتورن يلي عادة بيعاقب الأخطاء، انت بيكون داعمك وبيعاقب غيرك إذا ارتكبوا أي هفوات باتجاهك، أو بخليك أنت تصحح دايما الأخطاء بالوقت اللازم. في عندك بهالأسبوع كمان حديث عن سفر.